طيب استاذ احمد انا عندي هنا التعليقات، البعض جايب اشادتك بالحشد الشعبي وجايب في نفس الوقت تنديد شيخ الازهر الدكتور احمد الطيب بالمجازر التي يرتكبها الحشد الشعبي، وبالتالي مين يعني عايز يتم اظهارك انك انت تحيي وتهلل لميليشيات ارتكبت مذابح ضد اهل السنه، الى حد انه الازهر يقف ويصدر بيانا حادا تسبب في أزمة سياسية. يا أخي أنا ابن البلد اللي فيها الأزهر، وأنا في النهاية سني، وبالتالي أنا تحت لواء الأزهر. لما أعرف إن في ناس هي مصدر الأذى استحالها وأنصرهم، الكلام اللي طالع على الشاشة بيقول أحمد ماهر رايح ينتصر للحق ويقف جنب المظلومين. المعلومات اللي حضرتكم بتطرحوها دلوقتي انا الاول مرة بسمعها. ما هو احنا عايزين بعد كده ان كل الناس تفهم، مش عايزين حد يستغلنا، مش عايزين حد يتكلم. تبقى الحكومة اللي موجهة الدعوة سيد الفاضل اعمل ايه؟ هي المشكلة، فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وبعدين انا بتفرج على الذكر يعني حضرتك ما نزلتهاش، يعني بمعنى ان اي حد فاهم في اي حاجة انا رايح العراق يا جماعة، ايه المشكلة في كده؟ لا انا والله خلي بالك في كذا وكذا.